نعلن الآتي: أولا، نرفض ونستنكر رفضا تاما أي محاولة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومديرية الأمن ومراكز الشرطة ورجال الشرطة الكادحين الساهرين على أمن مدينتنا، ونثمن حرفية الأجهزة الأمنية والجيش في التعامل مع هذه التجاوزات وعدم تضييقهم على المواطنين المحتجين السلميين طيلة الأيام الماضية. رابعا، نفوض وزارة الداخلية والقوات المسلحة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول اعتداء على الجهات المشار إليها أعلاه بما فيها ذلك أولئك الذين يخرجون بعد منتصف الليل للتخريب وإطلاق النار وإرسال مقاطع للقنوات الهربية. خامسا، نؤكد أن مطالبنا مشروعة ومظاهراتنا سلمية، ونرفض رفضا قاطعا كل محاولات استغلالها النشر الفوضى وعادتنا للمربع الأول. سادسا، نرفض رفضا قاطعا ما تقوم به القنوات القطرية والتركية مثل قناة ليبيا الأحرار وبنوراما وفبراير التابعة للأخوان.